جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما رأيكم في الإعجاز العلمي في القرآن، وهل يصح أن يستدل في صحتها بقول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم؟ أما أن يعتبر بهذه الأشياء وهذه الآيات يستدل بها على قدرة الله عز وجل، هذا شيء طيب، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالذي يأخذ هذه الأشياء للعبرة والاتعاظ بقدرة الله والاستدلال على ربوبيته ووجوب عبادته، هذا شيء طيب. أما الذي يأخذها ليفسر بها كلام الله، كلام رسوله، هذا لا يجوز. لا يفسر كلام الله بالآراء وبالنظريات الحديثة، لا يفسر بهذا، لأنها عرضة للخطأ. فجعلها تفسيراً لكلام الله هذا لا يجوز. أما جعلها من باب الاعتبار والاتعاظ والاستدلال بها على قدرة الله، هذا شيء طيب. نعم.